السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا يا أخوان أعتذر، اليومين الماضيات ما في سيارات جديدة، لكن الحمد لله في وجدت يعني توسان في المعرض، للأسف ما هي في الكامل، لكن برضو بنشرح عن مواصفات السيارة ونتكلم عنها بشكل سريع ومختصر، وبحاول قدر المستطاع أبحث لكم عن سيارات جديدة من يعني عشان ننزل شيء جديد. أول شيء إخواني الكرام، طبعا أتمنى وأتشرف أنكم تضيفوني على حسابي في الإنستغرام، طبعا حيكون صور من باب الأمانة، أكثر شيء صور ونتكلم عن المواصفات، لكن للأسف ما ودي أتكلم في الأسعار هناك. زي ما أنتم عارفين الإنستغرام واحد يدخله مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، ينزل صور إلى آخره، فيعني حط سعر ممكن السعر يتغير يرتفع ينزل. عموما هذا حسابي في الإنستغرام، طبعا اللي يبغى يبحث عنه يحط آت بعدين دي 7 يعني 7 او او ام 4 كارز يعني دحوم 4 كارز آت دحوم 4 كارز. ضيفوني وتشرف بمتابعتكم. عموما يا اخوان ننتقل الى السيارة، طبعا نتكلم فيها. السيارة هي هيونداي توسان 2016 وارد الوعلان. طبعا تقريبا الوكلاء على الموديل 2016 جو متشابهين نوعا ما في المواصفات. سعر السيارة تقريبا في حدود 72,500 ريال، هذه بالنسبة للفئة اللي قدامنا اللي هي ستاندر بانوراما. طبعا في لسه أقل منها، في بدون بانوراما، ولسه في اللي أقل من بدون بانوراما، في شيء بدون مثبت إلى آخره، تجي مواصفات شوي ناقصة. نتكلم وناخذ جولة سريعة على السيارة. هذه مقدمة السيارة الجميلة، طبعا بالأمانة التوسان 2016 جاء شكله عنيف شوي صراحة، الشبه في التصميم على الجوب البورش، يعني شوفوا قدر المستطاع ماخذ الزوايا حقته، شوف الزوايا ان السيارة جاي تصميمها عنيف، مع انه يعني سيارة صغيرة وسعرها رخيص، يعني على قدر المستطاع ان سيارة مدينة حتى ما هي جيب، اللي معنى هي دفع ثنائي وليس الدفع رباعي، وأربعة سلندر، يعني زي مثلا تقول والله واحد بده يشتري اللانترا أو سوناتا بس ما يعني ما يحب يركب سيارة صغيرة واطية، يحب يركب سيارة شوي مرتفعة. عموما نتكلم عن مواصفات السيارة الخارجية ونبدأ نتكلم عن المحرك. طبعا للأمانة المحرك حق السيارة 2000 سي سي يولد 164 حصان تقريبا. الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك. نظام الدفع دفع امامي، هذه فئه دفع امامي، في منها دفع رباعي تفرق 5000 ريال تقريبا، لا فقط دفع رباعي مستمر، ما هو دبل يعني تروح تطاعش فيه بثمامه وتروح تهجول، لا دبل خفيف فقط، يعني من باب القياده الامن وشوي تمشي فيه على حافه البر عشان ما يخجلك. طبعا بالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة فهي أنوار ليد في الشمعات الأمامية مع كشافات ضباب وأنوار ليد تحت برضو، هذه أنوار ليد لاحظوا اللي في النور هذا، لاحظوا هذا النور ليد، في برضو تحت كشاف الضباب في ليد، حركة حلوة وجميلة، عندك ليدين في السيارة تقريبا زي الجينيسيس. السيارة مع الجنب طبعا يا أخوان. الجنوط ألمنيوم مقاس 17 إنش، في طبعا فئات اعلى نتكلم عن جو السياره. عندكم اشارات في المرايا وحنايا عفش، طبعا اللي معانا هي سقف بانوراما جايه من اول لاخر، سقف بانوراما. وهذه مواصفات السياره من الخلف، صراحه خلفيه جميله، تشوف السياره تقريبا تقول صغيره لكن صراحه من يعني جيب جميل. هذه الخلفيه الجميله برضو فيها عدد 4 حساسات، طبعا الانوار الخلفيه ما هي ليد، الليد تقريبا يجي بالفل كامل، فيها جناح. طبعا ندخل داخل السيارة، طبعا السيارة ريموت لكن عشان اشغل لكم الليد لازم يكون الليد يعني السويتش شغال. طبعا سيارة زجاج كهربائي مع مرايا كهربائية بخاصية الطي، طبعا زي ما تشوفون ما القاعد قماش، لكن شوفوا التطريزة الجميلة اللي عليها، يعني جاي مخططة صراحة تذكرني بثوب النوم بالأمانة، يعني لا حد يتشمت أو شيء، لكن بس جميل صراحة، هو جميل لكن يعني تصميم ثوب نوم تقريبا. هذه السيارة من جوا يا أخوان، طبعا بتعطيكم إنارة جميلة جدا لأنه فاتح السقف البانوراما فمدخل نور. طبعا هذا الزر للتحكم بمستوى النور، عندكم هنا التحكم بالاضاءه، في اضاءه اوتو تفتح وتسكن، طب فيكم فيشر، في ناس تضايق دائما يزعلون من الفيشر.
هذا فيها نور اوتو يفتح ويسكر. طبعا هذا التحكم في كشاف الضباب. عندكم هذه العداد، طبعا في عداد رحلات زي ما انتم شايفين، فيها خصائص كثيرة، اقفال البيبان الى اخر موعد الصيانة. عندكم هنا نظام تحكم بالنظام الصوتي ماب بلوتوث. طبعا هنا في مثبت سرعة، هنا التحكم بشاشة المعلومات الامامية. طبعا هذه المراية والتحكم بالمراية من هنا، تحطها سريع بطيء من هنا الى اخره. عندكم يا اخوان هنا النظام الصوتي. النظام الصوتي طبعا مكون من USB واوكس مع CD، طبعا شغل MP3 الى اخره. يعني سيارات هيونداي ما يحتاج احد يتكلم بالخصائص الصوت فيها، فانه تدعم على جميع تقريبا الصيغ. طبعا السيارة مكيف يدوي مع فتحة تكييف خلفية حار بارد، طبعا ما منفصل، مكيف يدوي. طبعا فيها كاميرا في مراية التعتيم نفسها، هذه الكاميرا، وبرضو زي ما تشوفون قاعدة تلف في الكاميرا، لاحظوا حركة حلوة صراحة، جميلة حتى انا في المراية يعني فوق انها قاعدة تلتف، صراحة حركة جميلة. طبعا مراية تعتيم. عندكم هنا فيها بيت نظارة. عندكم هنا في تحكم في الانارة من هنا، طبعا انوار ليد جوا. هنا تحكم فتحة السقف. طبعا فيها شيء، السيارة فيها حركة مميزة. بعد ما نخلص حصور لكم اياها، هي اقفال الارباقات زي ما تشوفون انتم هنا اوف، تقدر تفتح في مع الجانب في مفتاح، تقدر تفتح الارباق وتقفله من هنا. الظاهر تبغى تشغله وتطفيه تتحكم فيه من هناك. حركة جميلة، المفروض تكون في تويوتا في الجوب خاصة يعني. طبعا اللي عندكم هنا درايف مود، هو حق النظام الايكو والسبورت الى اخره زي ما تشوفون. حط لكم ايكو، هذا لمبة الايكو وهذه لمبة السبورت. طبعا يعني اقتصاد في البنزين الى اخر، انه ما يخلي الجير يحن زياده. هذه السياره من جوا الجميله. طبعا فيها التكايه في الدرج، درج طبعا في التكايه مو تكايه في الدرج. هذه عندكم فتحه تبريد في الدرج الامامي، فتحه تبريد زي تقولون زي الثلاجه الصغيره. طبعا السنتافي كان يجي فيه الحركه هذه في الموديلات القديمه اذكرها، فهي نفس الشيء بس حاطينها في الدرج. هذا يكون اجمل صراحه يوم يعني تحطها في الدرج، لكن الدرج هنا ضيق ما يسع شيء. شوفون ضيق حيل، خاصة انه في هنا في، شفت كيف هذه حقة الجنط مسكرة عليه، يعني يا دوب تحط فيها اي، ما تحط فيها شيء اصلا، مو بيدوب ما تحط فيها شيء. طبعا هذه تتحرك. طبعا صراحة لو نزل منها 6 سلندر بتكون روعة، لكن للأسف كلها 4 سلندر 2000 سي سي، فهاضمين يعني ظالمينها شوي، ماكلين حق السيارة. طبعا انا مرتب، انا مضيق المرتبة صراحة، مرجعها شوي عشان في التصوير. طبعا هذه فتحة التكييف الخلفية، بس فتحة التكييف من هنا ما في شيء ثاني. هذا سقف من البرامة حق السيارة. انا رد المراتب، شوفوا كيف المراتب من سدح لسدح. عموما يا اخوان فيها تكاية برضو هنا حلوة، طبعا من وراء ما فيها مرتبة خلفية. هذه من الخلف. الكفر سبير الخلفي طبعا. وعندكم الستارة هذه، اذا عندك اغلاق تبغى تسكر تقدر تسكر من هنا. طبعا نروح ونتكلم عن القفل هذا حق الارباقات من هنا بالمفتاح. طبعا يا اخوان في ناس كثير تبغى تشوف المحرك، يحبون تصوير المحرك. انا ما ادري وش يشوفون، انا صراحة في حياتي ما فتحت كبوت سيارتي نهائي الا الوكاله هي اللي تفتحها، بس يعني ما ناظرت المحرك. لكن لا مانع اذا احد يبغى يقارن في محرك الالنترا او السونات ال 2000، او مثلا واحد يبغى يشوف محرك الاف جي زي شكل الجكسار الى اخره. طبعا هذه محرك السياره. طبعا يا اخوان صورنا لكم السياره بشكل سريع. طبعا القزاز يجي مغيم برضه زي ما تشوفون انتم من هنا كيف، ومن هنا غامق شوي يجي مغيم. الفئة اللي أعلى منها قد جبناها في المعرض، كانت فيها بصمة وجنط أكبر، وطبعا دفع رباعي فقط لا غير. هذا اللي أذكره، وأنوار الليد خلفية فقط، هذه اللي أذكره في السيارة اللي قبلها. مواصفات الأمن والسلامة بالنسبة للفئة اللي معنا هي فرامل ABS وعدد 2 إرباك و5 أحزمة أمان فقط لا غير. عموما يا اخواني الكرام اتمنى تدعمون قناتي على اليوتيوب. الحمد لله تقريبا بنوصل العشرة، لسه ما وصلنا، بنوصل العشرة ان شاء الله اليومين هذه بنوصل 10,000 متابع باذن الله. الحمد لله شوف في ناس، اهم شيء ان القناة الحمد لله يعني فيها التعليقات ممتازة، هو اللي يدل على الحمد لله ان القناة ممتازة، ان في ناس تتعلق، في ناس تتكلم، مو بس تشوف وخلاص وتمشي.
أتمنى تدعمون قناتي ولا تنسون الاشتراك إذا ما كنتم مشتركين. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من عماد الدين للسيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما قلت لكم لا تنسون دعم قناتي اللي عفوا دعم حسابي على انستغرام اللي هو هذا دحوم فور كارز على انستغرام. دائما ان شاء الله بنزل فيه صور، لسه مليان عندي صور هبل كلها احترافي بالامانه. انا اغلب تصويري كله بكاميرات وعدسات، ودائما احاول تكون الصوره جميله وقدر المستطاع بعض الزوايا في السياره اخذها بشكل جميل. فمهما اذا دعمتوا لي ان شاء الله حسابي في الانستغرام بنزل صور اكثر واكثر، وتخلوني برضه يعني اصور تشوفون والله تطلبون سياره معينه نصورها لكم باذن الله. أتمنى تقبلون تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.